خير لكل برنامج متابعي وبرنامج الكرة والجماهير في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة حلقة مختلفة ومميزة مع ممثلي وكبار مشجعي الأندية الشعبية النادي الأهلي ونادي الزمالك. أرحب بضيوف الأول كابتن سيد جودة، كبير مشجعي نادي الزمالك. منور يا كابتن سيد ومنور كرة والجماهير. ضيفنا الثاني الجميل الأستاذ محمد حمدي، مشجع نادي الزمالك وصاحب فكرة نبذ التعصب وعودة الجماهير للملاعب. منور الدنيا يا أستاذ محمد. نورك كابتن أحمد، وبتشرف بيك، وبحب أقول عم سيد الباقي في حياتك قبل أي حاجة، وبرضو برحب بالأستاذ رؤوف وبالأستاذ عبد الرحمن معانا. أهلا بيك يا أستاذ محمد. دول طبعا حبايبي تالتة يمين عم سيد والاستاذ محمد. نروح بقى للغاليين لقلبي قوي قوي قوي، التالتة شمال، الاستاذ الكابتن عبد الرحمن احمد، مشجع نادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن عبد الرحمن. ضيفنا الثاني الاهلاوي الجميل الكابتن رؤوف محمد، مشجع نادي الاهلي، منور برنامج الكوره والجماهير. وتشرفت بدعوه حضرتك النهارده، وان شاء الله نقدم بعض المعلومات وبعض الحاجات اللي ممكن تساعد الناس تصلح مفاهيم الفتنه والتعصب اللي ملهاش اي لازمه في الكوره ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احبائي الغاليين اللي على قلبي متابعي الكوره والجماهير، طبعا اهلي وزمالك صوره جميله ان شاء الله في المستقبل، ده اللي احنا بنتمناه. يبقى معانا على يميننا اهلاوي، على يميننا زملكاوي، وعلى شمالنا الاهلاوي. الاثنين روح واحده، صدقوني هي دور روح المحبه اللي موجوده بين جمهور القطبين. طبعا عاشت الكره المصريه الفتره الاخيره حاله من التعصب والاحتقان الذي ليس له مبرر على الاطلاق، وللاسف من قامات كبيره قوي قوي قوي، رؤساء انديه، مديرين كوره في الانديه، مذيعين سواء بينتموا للمعسكر الابيض او المعسكر الاحمر. ولكن احنا حبينا في برنامج الكوره والجماهير اللي بيهتم بقطاع عريض جدا في الدوله المصريه وهم عصب الرياضه المصريه، نحترم المسؤولين سواء في النادي الاهلي او في نادي الزمالك، بنحترم الساده المذيعين مقدمي البرامج الرياضيه في جميع القنوات الرياضيه ولهم كل الاحترام، ولكن عشقنا الاول والاخير هو عصب الرياضة المصرية، هو جمهور مصر الواعي المثقف سواء النادي الأهلي أو نادي الزمالك. وده عينة النهاردة جميلة من روح المدرج الدرجة الثالثة سواء نادي الزمالك، ممثلة في كابتن سيد جودة أستاذ محمد حمدي، والدرجة الثالثة أيضا معسكر النادي الأهلي الأحمر، ممثلة في الأستاذ عبد الرحمن والأستاذ رؤوف. صدقوني شباب زي الفل، شباب محترم جدا بيحب بلده، وان شاء الله بامر الله بتكاتف جميع جمهور مصر. احنا كان النهارده على فكره معانا جمهور من نادي الاسماعيلي وجمهور من نادي الاتحاد السكندري، ولكن لظروف البلاد اللي بتمر بيها وحاله الحرص الشديد بالنسبه لمرض او وباء فيروس كورونا، في برضو بعض الحرص والناس بتستجيب لشعار الدولة ان من بعد الساعة 7 يا ريت طالما ما فيش داعي ان انت تخرج من بيتك التزم في البيت. ان شاء الله هنعدي المرحلة دي، اسبوع 10 ايام 15 يوم عن اكتر، ونزيح الغمة. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر. وانا من هنا من خلال برنامج الكرة والجماهير بحيي المسؤولين وحكومة مصر وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة التي تقود البلاد إلى بر الأمان. نرجع لموضوعنا التعصب الرياضي. نشوف، أنا من وجهة نظر الشخصية الأستاذ محمد حمدي عمل فيديو جميل قوي قوي قوي، أنا بحييك عليه فعلا يا أستاذ محمد، اللي هو نبذ التعصب ونشر الروح، ده واجب علينا كابتن أحمد طبعا، بين الرياضة المصرية عامة وتحديدا أهلي وزمالك. نطلع نشوف الفيديو، وبحيي كمان برضو عشان ما انساش كريم ابن الأستاذ محمد حمدي. طب يا ريت يا أميرة نشوف الفيديو ده، أهلي وزمالك اتنين، ونرجع تاني مع بعض. بعد ما رجعنا لكم من فاصل، طبعا حضراتكم اتفرجتم على الفيديو الجميل. أنا عن نفسي وأسرة برنامج الكورة والجماهير
بنشكر الأستاذ محمد حمدي وبشكر كريم محمد حمدي اللي أنا كنت بفتقده معايا النهاردة، كان نفسي يبقى معايا كريم النهاردة. كان ممكن تطلع كريم ونسيب باباك عادي مفيش مشكلة، بس ولد جميل ولد محترم ربنا يخليه لك يا أستاذ محمد. الله يخليك يا كابتن أحمد. طبعا أنا آسف بعتذر يعني لجمهوري، النهاردة السبت وخلاص بقى دخلنا النهاردة الحد، عندنا مناسبتين، مناسبة عيد الأم، كل أم مصرية بنقول لها في عيدها كل سنة وانت طيبة، وإن شاء الله دعواتكم معانا ومع كل المصريين وكل أمهات مصر بخير إن شاء الله. معانا صورة أميرة لو جاهزة، الكابتن حسين الشحات نجم النادي الأهلي، صورة ولا أجمل ولا أروع بجد، إحنا بنشكر الكابتن حسين الشحات. الصورة معاك يعني نزليها أميرة بعد إذنك على الهواء. دي صورة حسين الشحات وبيقبل قدم والدته بمناسبة عيد الأم. طبعا عندنا برضو النهاردة الحد إن شاء الله مناسبة جميلة جدا، الإسراء والمعراج، إن شاء الله يجعل كل أيامنا خير وسعادة وبركة، وإن شاء الله مع القيادة الحكيمة اللي بتدير البلد إن شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ندخل بقى النهاردة في نبذ التعصب ونشر الروح الرياضية، وهبدأ مع كبير مشجعي نادي الزمالك كابتن سيد جودة. طبعا صراحتك المعهودة وقوة الشخصية، وانا عارف ان انت هتجيبني اجابة نموذجية وما فيهاش لف ودوران ولا سياسية، انا تمام. عايز اللي هو بيطلع من قلب عم سيد للجمهور، لان حبايبك مستنينك النهاردة يا عم سيد. هو انا عايز اقول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. انا لسه ما سالتش عم سيد. اتفضل. طب قول يا عم سيد. اتفضل. لا والله قول. عايز لا ما اقدرش اقطعك، انت عايز تقول ايه؟ طيب بمثابه التعصب في مصر. ايوه. هو اللي بيعمل التعصب ده حضرتك اللعيبه او بعض اللعيبه. اللعيبه سبب من اسباب التعصب. وبعض المخرجين. المخرجين. طبعا. تمام. وبعض الحكام. بس كده؟ ازاي حضرتك؟ يعني انت اخترت يعني المشكله صنفتها في ثلاثه بس. طبعا لعيبه مخرجين حكام. يعني واحد زي محمد ناصر ده. تمام. ده مخرج انا تملي لما اتصل بيه ما بقولوش الا اوروبي. تمام. كل شغله بالصلاه على النبي 100 100. يعني انت مقتنع بيه اهو؟ مقتنع بشغله اه. انما لا مؤاخذه يعني نحط لا مؤاخذه الانتماء بتاعه ده على جنب. تمام. وشغله على جنب. طب ايه اللي مزعلك بس منه؟ اللي مزعلني منه يعني كل الفتات كلها يعني بيستفز الجماهير. تمام. بيلبس الشيرت الاحمر ويعني بص الصوره دلوقتي جت دلوقتي عامل لي كده يعني، فانا بحت عامل في الحته ديت من ايام بقى اللعيبه بقى. ايوه. اللعيبه واحد زي كهربا. تمام. ماتش خلص السوبر. ايوه. واللعيبه بتاع الزمالك فرحانه. تمام. هيرفعوا البطوله. تمام. ايه اللي وداك لمؤاخذه عشان تضرب طارق حامد جهرا كده قدام الدنيا كلها؟ طبعا سلوك غير رياضي ده مرفوض تماما. طبعا مرفوض. يبقى هو اللي عمل تعصب لا؟ وهو اللي جاب المشكله ديت من الاساس خالص. كهربا، انت شايف ان كهربا هو السبب؟ طبعا. تمام. وبعد التحكيم بس انا سامع دلوقتي ان في البار اشتغل. خلاص اشتغل بالفعل. اشتغل بالفعل. طبعا. انا كنت بعيد شويه عشان انت عارف الظروف اللي كنت فيها. ولكن ان شاء الله بامر الله اي دوري طالما في البار خدت بال حضرتك هيشتغل. هيبقى زمالك. بامر الله. ده اي بطوله. اي بطوله. اي بطوله. خلاص يا جماعه كده عم سيد كبير مشجعي نادي الزمالك اللي بينادي بنبذ التعصب بيقول طالما الفار اشتغل كل البطولات اللي جايه زمالك، صح؟ تمام طبعا ان شاء الله. وبقيه الانديه تقعد بقى في البطوله. بتحسبها كده معايا حضرتك. الزمالك عم سيد. الزمالك خد كام بطوله السنه دي؟ الزمالك خد بطولتين وفيها البار. تمام. تمام؟ تمام. ولا ما كانش فيها البار؟ كان فيها فار. نحسبها بقى زمان بقى ما كانش فيه بار وحاجات من دي. تمام. كام دوري عام؟ وكم غلطة وكم جون مش عارف مين وكم بطولة ايه؟ طب ما احنا سيد احنا مبدأنا دلوقتي نبذ العنف يعني نبذ العنف ونشر الروح الرياضية. ما انا بقول لك تعصب ايه؟ ما الحكام بيجيبوا تعصب. خلي بالك عم سيد انت قدوة لجمهور نادي الزمالك، اما بيسمع من عم سيد النهاردة ان الفار ما يجي يشتغل يبقى الزمالك هياخد البطولات بمرد الله. تمام. طب ما ممكن الاهلاوية عبد الرحمن ورؤوف يرد عليا، طب ما الفار لولا الفار كان الاهلي خسر مباراه سموحه.
صح يا كابتن. وغير كده ان اخطاء الحكام، يعني انا عايز اتكلم عن النقطه دي. تمام. اخطاء الحكام بتكون ليك وعليك، يعني النهارده كان الاهلي مثلا مظلوم في ماتش، مره ثانيه ياخد ماتش والزمالك هكذا. بعض اللاعبين بدون ذكر اسماء، ايام ما الزمالك خد البطوله بتاعه الدوري قال لك يعني اعطوا للزمالك العداله التحكيميه وخلوا بقيه الفرق تنافس، يعني تمام. لدرجه ان احنا بعد كده الزمالك بيستفيد برده من بعض المباريات حتى في دوري 2014. طبعا مش عايز اتكلم على وقاعة بعنا، القاعده اللي احنا واقفين عليها ان دايما اي فريق في الدنيا سواء اهلي او زمالك بيستفاد من الحكام وبرده عليه ضرر من الحكام، انما فريق على طول بيكسب الحكام او العكس ده انا مش موجود. طيب. الدليل على كده نهائي افريقيا برده يا بيه، ده 75% من بطولات الاهلي من غير البار. احنا جايين النهارده كابتن سيد 75% ان احنا بنفكر لك دلوقتي يا عم سيد، احنا مش عايزين بقى نشد ونقول مش عارف. طب انا اقول لك على حاجه يا استاذ عمرو. استاذ عمرو طبعا مدرس فلسفه، مدرس فلسفه وعلم نفس طبعا، وبعدين انا برضو شهاده حق. انا بحس ان الاهلاويه عندهم من الثقه، من الثقه والهدوء في ردود على الاسئله. بمعنى يعني انا اما بتكلم معاك يا عم سيد، احنا مبدانا احنا عايزين نوصل رساله للجمهور، لان انت بتمثل قطاع عريض جدا من الزمالكاويه. تمام. لا انا بقول لحضرتك احنا بنتكلم ليه بنتعصب ليه؟ يعني استاذ عمرو عليه على دماغي من فوق استاذ عبد الرحمن، اه واخد بال حضرتك؟ استاذ عبد الرحمن هو ما شافش جول حسن شحاته، البنات بتاع اسماعيل يوسف، طب ما انت الاوفسايد بتاع جمال عبد الحميد. طب انا ممكن ارد، واخد بال حضرتك؟ طب انت عندك رد يا رؤوف؟ رد على عم سيد. هو حضرتك بتتكلم على انت عايز تولع الحلقه ولا الحلقه؟ اولا ولا الحلقه؟ اولا لا، هي الحلقه مش هتولع لان انت اخ كبير لينا قبل اي حاجه. لا احنا عاوزين ودي رياضه. تمام طبعا. فنرد بس على حضرتك في نقطه نقطه. هو انا حضرتك قلت ان كهربا كان سبب اشتعال الازمه بتاعه السوبر، وده مش صحيح تماما، لان كهربا ارد على انا سبت حضرتك تتكلم. تمام. طب ارد على حضرتك. طب ما ارد على حضرتك. استاذ اميره هتجيب اللقطه بعد الماتش على طول، هتلاقي كهربا جري ورا طلع. انا ما قطعتش حضرتك. تمام. نسمع الاستاذ رؤوف ونعقب. طب ناخد المداخله الاول يا استاذ رؤوف. الو. بس انا هكمل بعد المداخله. الو. اذن حضرتك. فصل. ماشي كمل يا استاذ رؤوف. مبدئيا اللي حضرتك بتقول عليها المشاده ما بين طارق حامد وكهربا دي كانت داخل الملعب في خلال ال 90 دقيقه، ودي مشاده اكمل لحد الاخر وبعدين حضرتك رد عليها. ودي اسمها مشادات ملعب، بتحصل ما بين اي اتنين لعيبه في العالم وفي اي دوري في العالم، ده اولا. وطارق حامد رد عليه والموضوع انتهى والموضوع خلص على كده. اللي حصل بعد الماتش ان لاعب من الزمالك، لو حضرتك حابب اقول اسمه، هو عبد الله جمعه، راح لجمهور الاهلي استفزهم. فمن بدايه الواقعه دي رد كهربا عليه وراح عشان يشتبك معاه. الاثنين غلطانين. انا لا عايزك انت تروح تتخانق ولا عايزك انت تروح للجمهور. ما ينفعش حضرتك تجيب واقعه وتبنى عليها الحدث كله وتقول ان هو ده المخطئ. استاذنك يا رؤوف معلش. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. عصام تسمع حضرتك. ازيك يا استاذ عصام؟ الله يخليك. ازيك يا باشا؟ منور برنامج الكره والجماهير يا استاذ عصام. الله يخليك. الله يخليك ابو الكبات تحت امر. اهلاوي ولا زملكاوي يا استاذ عصام؟ لا زملكاوي ومش متعصب. ايوه. وبحب الكره الحلوه. تمام. وعايزين نشوف بلدنا زي الاول وانديه مصر زي الاول. طب ايه رايك حضرتك في فكره برنامجنا النهارده الفقره الاولى نبذ التعصب ونشر الروح الرياضيه والاستعانه بجمهور الاهلي وجمهور الزمالك؟ والله حاجة جميلة جدا وشعور طيب، ويا ريت كل الناس. وانا وجهة نظري الرياضي اللي هو الرياضي الحقيقي هو مش متعصب. تمام. اللي يلعب احسن يستحق المكسب، واللي يخسر نقول له هارد لك. والاهلي والزمالك هم قطب الكرة المصرية، المفروض ان احنا نواة طيبة لجميع جماهير الدول العربية. انت منين يا استاذ عصام بعد اذنك؟ انا من محافظة كده ما بتعملش الا رؤساء جمهوريه ووزراء ورؤساء وزراء. يا المنوفيه. المنوفيه طبعا. طبعا اهلنا في المنوفيه. وبلديات السادات يعني مركز السادات. يا حاجه ثانيه يعني. انت منور الدنيا يا استاذ عصام بجد. واحنا وانا ببقى سعيد جدا بالهدوء والروح الرياضيه اللي بتتمثل في جمهور مصر، يعني انا سعيد يعني جدا أنا بكلامك. انا زملكاوي، الزمالك لعب كويس وكسب اقول له جود بلاي. تمام. الزمالك لا قدر الله اخفق اقول له هارد لك. الاهلي لعب كويس اقول له جود بلاي، يستحق المكسب. انا احييك. الكره الحلوه هي اللي هتوصلنا لمنتخب كويس،
هتوصلنا للعبة الحلوة، هتوصلنا ان احنا نكون اخلاقنا حلوة، لان جمهورنا والنادي الاهلي والنادي الزمالك هم دول يعني قطب الكرة المصرية. فكل العالم العربي بيتفرج علينا، يتفرج علينا في اخلاقنا، يتفرج علينا في ثقافتنا، يتفرج علينا في جمهورنا، يتفرج علينا نلاقي حسن شحاتة والخطيب ماسكين ايدين بعض، نلاقي رمضان صبحي مثلا واحمد جمعة مع بعض. دي الحاجات الجميلة. يا ريت يا استاذ عصام بعد اذنك هستاذن حضرتك يعني بعد ما تخلص المداخله هتتواصل مع الاستاذه اميره في الاعداد، لان احنا بنعمل حاجه اسمها يعني ان شاء الله الاستاذ عماد عبد الغني اللي هو رئيس الاتحاد المصري لنبذ العنف ونشر الروح الرياضيه عامل حاجه جميله قوي قوي قوي. يا ريت يسيب رقم تليفونك ان شاء الله. يعني ان شاء الله دي احنا بندعي. انا يشرفني ان اكون معاك ويشرفني اطلع معاك على الهواء. ده شرف لنا يا استاذ عصام. وجودي معاك هيخلي طبعا احنا فلاحين وبلدنا طبعا فيها كابتن ابو العنين شحاته، فيها كابتن مجدي ابو عاطي، فيها كابتن حمامه قبل دول يعني. طبعا حمامه كابتن نادي البلاستيك ونادي الزمالك. اسم كبير، اسم كبير طبعا الكابتن حمامه. يعني كابتن حمامه اللي خد جمال عبد الحميد وداه الزمالك لما اتصاب والاهلي تمام ما سجلوش. ايوه يعني. وبعدين انا بشكر كابتن سيد جوده يعني الزملكاوي القديم ده كبير المشجعين بقى، ما بنقدرش نتكلم معاه زي ما انت عارف يعني استاذنا ده يعني. طبعا استاذنا، ويعني بدعي له بالصبر وبقول له ربنا يرحم اسلام والبركه في الموجودين، وربنا اجل اخر الاحزان، وهو راجل مؤمن وعارف ربنا يعني. شكرا على الاتصال يا استاذ عصام. أروح برضو لزميلي الجميل صاحب فكرة نبذ العنف ونشر الروح الرياضية الأستاذ محمد حمدي. قول ألو كده يا أستاذ محمد. ألو كيمو ولا ألو 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 أيوة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابتن أحمد حبيبي يا كريم. بمشي على حضرتك وضيفك المحترمين. ايه رايك يا كريم ما كنت تيجي مكان بابا النهارده معانا وتنورني وتشرفني؟ ايه رايك؟ لا هو طبعا ماشي الاهلا ولازم يكون قبلي طبعا. ايه الرد الجميل ده يا زميلي؟ اهلاوي يا باشا. ربنا يبارك فيك يا ابو حميد. انا عارف ان انت اهلاوي. لن اعيش في جلباب ابي، يعني انت خسبت بابا وقلت انا هبقى اهلاوي. طبعا انا استاذ احمد. طبعا انا عارف ان كريمه زملكاويه. كلمة زملكاوية دي بقى بتاعت بابا. انا اهلاوي صميم. انت محترم يا كريم، وتقول ايه لبابا بقى على الهوا النهارده؟ الله يخليك. انا بقول لبابا انت مش الاعلى بس يا خساره، وانت نفسي تطلع اهلاوي. وحشنا يا كيم، ونتقابل قريب. الحساب بعدين يا كريم. ايش يا كريم؟ الحساب بعدين. شكرا يا كريم. الحساب لما اروح. طيب المقطم بقى، انت شايف انت عازم حبايبك كلها النهارده بيتابعوك. الاستاذ محمود من المقطم. مساء الخير يا استاذ محمود. ده تبع كابتن رؤوف. ازيك يا استاذ محمود؟ رؤوف طبعا المقطم كله يعني بيتابعك. ايه محمود انت اهلاوي ولا زملكاوي يا محمود؟ لا اهلاوي طبعا. المقطم كله بيتابعك يا رؤوف حبيبي، منور الدنيا. مين احمد معايا ولا محمود؟ احمد رشدي. يا رؤوف اهلا أحمد رشدي. كابتن احمد رشدي، تحب تقول ايه النهارده يا كابتن احمد في البرنامج واحنا بنتكلم في نبذ التعصب وكده؟ طبعا انا يعني سعيد بالبرنامج جدا، وفكره التعصب دي برضو نبذ التعصب المفروض كلنا كمشجعين يعني كل واحد يحترم الفريق اللي هو بيشجعه من غير تعصب او اي عنف. الاهلاوي طبعا يشجع الاهلاوي والفريق الزمالك يشجع الفريق بتاعه بدون اي تعصب. الله يبارك لك. نشر التعصب ده يعني حاجه وحشه، يعني المفروض كل واحد يعني يلتزم بالفريق اللي هو بيشجعه. انت كام سنه يا ابو حميد؟ انا 25 سنه. ما شاء الله، يعني ده الشباب اهو. يعني الشباب طبعاً. الشباب النهارده مقتنع تماما النهارده بنبذ العنف ونشر الروح الرياضيه.
فيه. اه طبعا يعني ما فيش داعي اصلا للعنف يعني ما فيش اي داعي. استاذ احمد محامي اصلا محامي ما شاء الله عليه وان شاء الله ليه مستقبل واعد في المجال باذن الله يعني. انت انت شرفتنا النهارده يا استاذ احمد. ربنا يخليك يا رب وبشكر الناس اللي يعني الرجاله كلها اللي معاك كلهم يا طبعا. معايا عمي سيد جوده كبير مشجع الزمالك والاستاذ محمد حمدي. طبعا بشكرهم من خلالك طبعا يعني منورين كلكم طبعا. ومعايا برضو الاهلاوي الجميل الاستاذ عبد الرحمن. طبعا طبعا يعني منورين كلكم طبعا يعني كلكم منورين حبيبي. شكرا استاذ احمد. حرمش يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. شكرا لكم كلكم يعني التوفيق ان شاء الله. نورتنا حبيبي. هروح للاستاذ محمد حمدي. ازاي نتخلى عن التعصب اللي موجود بين القطبين يا استاذ محمد في الفتره السابقه من وجهه نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من وجهه نظرك يا كابتن احمد نبدا الاول عفوا نبدا الاول برؤساء الانديه دايما. تمام. نبدا بالكبير. أيوة. الكبير هو الهرم هو صاحب اللي طيب. اللي هستاذنك معلش يا استاذ محمد ضغط الاتصالات علينا كتير قوي. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك. انا ضيفك الدايم عمر. عمر ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا استاذ عمر؟ الحمد لله. ايه رايك في برنامجنا النهارده نبذ العنف ونشر الروح الرياضيه؟ انا معاك على طول على فكره في البرنامج يا باشا. ايوه ما انا عارف يا استاذ عمر والله انت حاجه زي الفل والله. انت البرنامج نفسه يا استاذ عمر بجد. ربنا يبارك لك يا باشا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام بخير. تحب تقول اي فكره تمنع بيها التعصب او تقلل بيها الاحتقان ما بين الجماهير مثلا يعني تحب تشاركنا؟ والله مش زي ما قال لك ضيفك العزيز ان هو يبدا من رؤساء الانديه. ما هو لسه بقى الاستاذ محمد حمدي كان لسه رايح يتكلم. تمام شكرا ليك يا استاذ عمر. كمل يا استاذ محمد. كابتن احمد طبعا انت قلت اول حاجه رؤساء الانديه. رؤساء الانديه دايما نبدا من الهرم. الهرم الكبير اللي هو طبعا ايه رئيس النادي. طيب الهرم الكبير وجاي لنا تليفون من الهرم الكبير نشوف مين معانا. الو 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 الو. ايوه ايوه استاذ احمد. اهلا اهلا. ازاي حضرتك عامل ايه؟ اتعرف بحضرتك. يوسف من المقطم. يوسف ايه؟ يوسف مجدي. يوسف مجدي او يوسف بيبو. يوسف بيبو يبقى اهلاوي. اه طبعا. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله زي الفل. عايز بس امسي على مستر عبد الرحمن مستر مصر حبيب قلبي. حبيبي يا يوسف. طالب حبيبي يا مستر. انت طالب بقى عند الاستاذ عبد الرحمن. اه شاطر ولا لا يا استاذ عبد الرحمن؟ لا لا يوسف من انجب الطلبه يعني ما شاء الله عليه. ما شاء الله ما شاء الله. وليه كمان بيلعب في نادي الاهلي. هو المقطم كلها اهلاويه ولا ايه يا يوسف؟ اه طبعا. طب امال انتوا امال محمد حمدي عايش في وسطكم ازاي؟ المقطم ما فيهوش ولا واحد زملكاوي. لا 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 هو المقطم كله اهلاويه. تقول نسبه كده مصر كلها اهلاويه كده كده. لا هو عشان بيلعب كمان في النادي الاهلي يا كابتن. انت لاعب في نادي الاهلي يا يوسف؟ اه. انت بتلعب مواليد تحت كام؟ 2000. ايه واخبارك ايه اساسي ولا احتياطي؟ لا زي الفل ما تقلقش. طب عملتوا ايه مع الزمالك في المباراتين اللي هما اللي بينكم وبين بعض؟ كسب. لا ما كنتش موجود والله. ليه؟ خسر اساسي. يبقى انت خسرت يا يوسف. يا كابتن خسر والله. خسروا. شفت بقى عم سيد متابع ازاي والاستاذ محمد حمدي. خسروا والله. والله اخر مباراه. شكرا لحضرتك يا استاذ يوسف. ربنا يخليك. حبيبي يا يوسف. ماشي يا محمد. 3-1 و2-0. حضرتك قلت 3-1 للاهلي يا باشا مش للزمالك. وده يعني انت كده اصبت الاختيار وبدات تتكلم في يعني زي ما بيقولوا ايه بقى هو ده الصح. تحت يا كابتن احمد. ماشي. الرؤساء الانديه عليهم العبء الاكبر. تمام. تاني حاجه اللاعبين. يبقى رؤساء الانديه واللعيبه. تمام. وخروج التصريحات الغير مسؤوله من اللاعب او رئيس النادي. تمام. خروج تصريحات التصريحات الغير مسؤوله من المسؤولين واللاعبين. طب دي بتاثر على منظومه الكره الرياضيه او على الجمهور. تمام. او على اللعيبه داخل المستطيل الاخضر. كويس. تمام. وكمان البرامج او الاعلاميين اللي هم بيشتغلوا مش عاوز اقول كلمه تزعل حد مني لان انا على الهوا. أيوة. في برنامج محترم مع الكابتن احمد سعيد اللي هم بتاعوا السبوبه من الاخر. تمام. الاعلاميين اللي بيتاجروا بعقول الجماهير وبمشاعر الجماهير. مش الكل برضه يا كابتن. احنا ما بنقولش اسماء. انا ما بقولش اسماء ولا بيقترح فكره. هم اتنين بيقترح وجهه نظر. هم ثلاثه اربعه كمان. ماشي. انا زي ما قلت ومعروفين. ولكن السوشيال ميديا
يعني بقت مجال كبير جدا يا كابتن احمد لنشر التعصب بين الجماهير في العالم. انا مش عاجبني موضوع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تناحر يا كابتن احمد كبير بين الجماهير وبين الانديه الشعبيه بالذات وبعضيها. تمام. وده لا يجوز، لازم يكون في قوانين تحكم المنظومه من الداخل. تمام. لانك انت عايش في بلد وفيها مؤسسات وفيها قوانين وفيها تعديلات وفيها كل شيء. تمام. لازم تكون مسؤوله عن كل اللاعب او رئيس النادي او يعني عضو مجلس اداره يكون مسؤول مسؤوليه تامه عن كل تصريح بيطلع منه او كل فعل بيطلع منه. تمام. داخل المستطيل الاخضر. تمام. بس فلابد ان احنا نقنن الموضوع، لابد يكون في جهه تقنن موضوع السوشيال ميديا والصفحات اللي هي بتقول على نبذ العنف والتعصب والفتن بتزرعه في وسط الجمهور. أيوة. لان أيوة. في ناس لها مصالح شخصيه في نفس المجال ان هي تزرع الفتنه في الجمهور وتشعل الفتنه بينهم، ولاعب راح من هنا ما عندناش ثقافه ازاي لاعب يتنقل من الاهلي للزمالك او للزمالك للاهلي. هستأذنك يا استاذ محمد، معانا المداخله بقى من كابتن احمد ابراهيم كماتشو نجم نادي الزمالك ويعني من افضل ناشئ لعب كوره في نادي الزمالك. كابتن احمد مساء الخير. منور الدنيا طبعا كالعاده، وموضوع شيق وجميل، وطبعا انا بحيي ضيوفك في الاستوديو طبعا كبير مشجعي الزمالك عم سيد جوده، ومنور الدنيا عم سيد ابو نسب بقى طبعا اكيد يعني والدي طبعا. طبعا. وطبعا استاذ محمد حمدي منور الدنيا، واستاذ عبد الرؤوف واستاذ عبد الرحمن اهلا بيكم. اهلا بيك. طبعا انا بتابع الحلقه بصراحه، يعني انا عايز اتكلم بس موضوع نبذ التعصب ده في حاجه مهمه جدا. طبعا كان ذكر من شويه عم سيد اتكلم ان اللي بيعمل الكلام ده ناس من داخل المنظومه الاعلاميه. ايوه طبعا الشيء ده شيء مهم جدا، لانك انت المنبر الوحيد اللي الناس بتستمع اليك. وطبعا لما يكون في منظومه اعلاميه على وضع الحياد، وباكد على كلمه الحياد، لان انت الحاجه الوحيده اللي الناس بتعمل وبتنساق وراك، لان الناس متابعه الكوره كويس بشكل تمام. كبير، وخصوصا لما يبقى قيمه ورمز يا كابتن احمد. اكيد طبعا يا كابتن احمد، حضرتك طبعا عارف ان الاعلام ليه دور كبير جدا في نبذ التعصب. تمام. لازم نشتغل ونوجه رسائل قويه جدا جدا للجمهور المصري. لازم ان احنا لما ان شاء الله باذن الله يفك عندنا الكرب جميعا ان شاء الله باذن الله. الجمهور يرجع باذن الله قريب ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله ان الجمهور يرجع بشكل محترم بشكل مدرجات ايام الناس الجمال كابتن عم سيد جوده والخواجه، وطبعا الناحيه الثانيه حربي نادي الاهلي. وطبعا الناس دي احنا مفتقدينهم جدا في المدرجات. وتوعيه الجمهور او الشباب الناشئ اللي لسه طالع بيشجع كوره ان هو فعلا ما ينساقش وراء التعصب او الاعلام الغير محايد. طب طيب. طبعا انا بشكركم جدا. انا عاوز انتهز الفرصه يا كابتن احمد. يعني طبعا حضرتك انا بشكر حضرتك على المداخله. انا عارف دلوقتي ان انت مدير نادي فاركتلي فاركتلي الجورجي. ان شاء الله هتبداوا امتى واخر استعداداتكم ايه، وده تبقى سبق وحاجه في طبعاً. مصر حدث تاريخي ان شاء الله. طبعا ان شاء الله احنا بنجري ورا حلم بقالنا سنين، وان شاء الله باذن الله خلاص تم التفويض بشكل رسمي توامه كامله. هنبتدي ان شاء الله في مدينه 6 اكتوبر في خلال الثلاث شهور الجايين دول باذن الله. النادي اسمه ايه يا كابتن احمد؟ نادي فاركاتيلي الجورجي. فاركاتيلي الجورجي. نادي فاركاتيلي الجورجي، تجربه جديده في مصر ان شاء الله تكون حاجه محترمه جدا، اكاديميات واشتراكات في بطولات الاتحاد المصري لكره القدم. اللعيبه المميزه جدا، اللعيب الكويس مميز يستاهل الاحتراف. من خلالنا ان شاء الله بنقدر ان احنا نخليه يحقق حلم الاحتراف خارج مصر في الانديه في النادي فاركاتيلي الجورجي. ودي بتكون محطه بالنسبه له انه يقدر يروح اي نادي في اوروبا بسهوله جدا، لان هيكون معاه بطاقه دوليه ولسانس اوروبي يقدر يتحرك بكل سهوله. واحنا من خلال كابتن احمد بنقول مش بعمل اعلان للنادي ولا حاجه، ونادي كبير مش مستاهل اعلان خالص. وحضرتك من الناس الداعمين القوي جدا اللي شغالين على النادي، وحضرتك ان شاء الله تكون ليك منصب كبير جدا في النادي المسؤول داخل منظومه كره القدم. ده شرف ليا، شرف ليا يا كابتن. وانا على هوا كابتن بعلنها، وتشرف النادي حضرتك حاجه محترمه جدا في مجال كره القدم، هتفيد النادي بشكل كبير وهتكون اضافه قويه. وطبعا كابتن اسلام علوي طبعا، وان شاء الله باذن الله طبعا مدربين محترمين واسامي في كره القدم ان شاء الله نبقى بدايه خير لينا. طبعا كابتن عبد الرحمن طه، فان شاء الله باذن الله هتكون بدايه خير يا كابتن احمد. واحنا بالفتره اللي جايه دي خلال الاسبوعين الجايين هنعلن عن الاختبارات باذن الله،
ونستنى كل المواهب المصريه ان شاء الله باذن الله. توفيق يعني. ماتشو نجم نادي الزمالك بنشكرك وان شاء الله بدايه خير ان شاء الله يا كابتن احمد. ارد انا على الحته دي بتاع الجماهير. اتفضل. كان الاول كابتن زمان كنا بيحصل زمالك بيلاعب اي بطوله يعني اي فرقه افريقيه كنت بتلاقي عم حسين الله يرحمه بلا حربي واخد بال حضرتك بتلاقي ناس كبار واقفين معاه متواجدين في قلب جمهور الزمالك. عايزين نرجع في قلب جمهور الزمالك واحنا برضو كنا بنرد لهم برضو كده كنا بنجمع نفسينا الخواجه وعلي قوطه وعماد ابو شنب والعسكري امال ايه ومحمد العسكري تمام ومجد اوز الله يرحمه. الشباب اللي انت شايفه الجميل ده هل ان شاء الله يعني انت شايف تتوسم خير فيهم ان هم يقدروا يعملوا افضل وافضل؟ طبعا انت شايف كده؟ طبعا انا عارف ان انت قريب منهم يعني في زملكاويه جمال وبيتعلموا منك يا عم سيد وبيقابلونا على فكره في الماتشات. انا عارف ان هم بيقابلوك وبيستفادوا منك يا عم سيد. طبعا طبعا ولذلك الكلمه ما بتطلع منك بيبقى لها صدى كبير قوي يا عم سيد. وماتشات الاسماعيلي لما كان بيلعب برضه في افريقيا درويش مصر دول كان بيجي لي عادل شكوكو والاتحاد عادل شكل وحميد وفي المحله انت عندك خضير الله ينور عليه ورأفت دول برضو جمهور المحله. تمام تمام تمام. كان معانا مين يا استاذ محمد النهارده والمرسي المحله كان يبقى متواجد معانا؟ كان معانا الاستاذ محمد صلاح الكابتن محمد صلاح بس طبعا عشان الظروف اللي طبعا بتمر بيها البلاد والمناخ طبعا طبعا فما قدرش والله العظيم انه يجي. كان معانا حد من الاتحاد السكندري جميل البلد جدا بقى خلي بالك يوم عزه شخصيه ولكن ما فيش داعي ذكر اسمه حصل له ظرف انا مش عاوز اقوله. لا ان شاء الله. وانا حزين جدا جدا عليه وبقول له ربنا يشفيك وربنا يكرمك وربنا يطلعك بالسلامه ان شاء الله. ممكن هو بيسمع دلوقتي او ما بيسمعش الله اعلم بس انا بقول له رب يكرمك ويشفيك ويطلعك بالسلامه ان شاء الله رب العالمين. تمام. هروح للاستاذ عبد الرحمن وسؤال مهم جدا. هل قنوات الانديه سبب في انتشار التعصب؟ والله يا كابتن الكلام ده كان موجود فتره من فترات. تمام. بعض القنوات الانديه دلوقتي بقى في قناه للنادي الزمالك وفي قناه للنادي الاهلي بس هي مش القناه اللي عامله المشكله. تمام. هو الاعلام اللي جوه القناه. تمام. اللي هو طالع او مش عايز اذكر اسامي بس بعض الكباتن بعض الناس اللي كانت قدامها في النادي بعض الناس اللي اعتزلت الكوره بس عايز ياخد بونط عند جمهور النادي الاهلي عايز يعني اللايت كان عليه زمان دلوقتي اللايت قل شويه فعايز الاسبوت عليه تاني. أيوة. عايز ياخد فيو اكبر عند جمهور النادي الاهلي او يقولوا ده اهلاوي جامد او اهلاوي متعصب او الكلام ده فبالتالي بيقول الكلام ده من جانبين سواء النادي الاهلي أهلي او الزمالك. بس القنوات دي يعني هي بتبقى موجهه يعني انا طالع على قناه النادي الاهلي او طالع على قناه نادي الزمالك انا مش شايف غير حاجه واحده بس ان انا اشيد بالنادي الاهلي وازم في نادي الزمالك والعكس اشيد بنادي الزمالك وازم في النادي الاهلي. طيب انت شايف ان ده اعلام كويس او هو للراي العام في مصر دي حاله طيبه؟ لا طبعا هو الثقافه اللي المفروض تبقى موجوده يعني وفي ضبط او رقابه شويه بحيث ان انا اطلع اشكر في النادي الاهلي زي ما انا عايز. طب لو انا اهلاوي بس ما اجيبش سيره نادي الزمالك بالسوق. تمام. يعني طبعاً. لو مش عايز اجيب سيره نادي الزمالك خالص ما اجيبهاش انما ما غلطش فيه. ما تغلطش فيه بالظبط. في ناس فلازم يكون في رقابه على الموضوع علشان الموضوع الاعلام ليه دور كبير جدا زي ما الكباتن يعني الافاضل قالوا ان الاعلام ليه دور كبير جدا في ان هو بيشحن الراي العام بيخلي فيه ضغط عند الجمهور او ما بينزل الملعب او الاستاد فالدنيا أكيد. تعقب على حاجه يا استاذ محمد؟ اعقب ان في ناس بتطلع في قناه النادي الاهلي او نادي الزمالك في لاعيبه منهم طبعا اعتزلت فبتطلع بتعمل شو اعلامي لنفسها. ايوه. وبتعمل كانها عايزه تاخد برنامج او منصب في كلا انا بتكلم عن المنبرين الاهلي والزمالك. ايوه. فده طبعا بيشعل يعني في واحد مثلا لاعب قديم بيعمل ترند عاوز يعمل ترند. أيوة. على السوشيال ميديا او يخش يعمل حاجه كبيره يعمل فيو عند الجمهور فبيتكلم الكلام ده بيطلع تصريح غير مسؤول منه. أيوة. عشان ياخد برنامج او ياخد يكون له مسؤوليه في القناه اللي هو شغال فيها بيقرب للمسؤولين بيه كابتن عبد المعلم. بس عقب على النقطه دي معلش. اتفضل يا رؤوف. هو مبدئيا عشان نحل مشكله التعصب والفتنه انا كنت جاي لك في السؤال ده ازاي نتعامل مع المتعصب رياضيا ونحل المشكله دي. طيب هو مبدئيا يعني عشان تحل اي مشكله في الدنيا مش مشكله التعصب بس لازم تجيب المنبع بتاع المشكله لازم. أيوة. تجيب الاساس. لما نيجي نتكلم مثلا لو نزلنا الشارع نسال اي حد له علاقه سطحيه بالكره سالناه عن صالح سليم
او حلمي زامورا، اكيد هتبقى عارف ده وهتبقى عارف ده. تمام. ده الاب الروحي للاهلي وده الاب الروحي للزمالك. انت وريتني صوره جميله قوي، انا اتمنى ان هم يعرضوها على الشاشه. صوره كابتن صالح سليم والكابتن حلمي زامورا معاكي ولا مش جاهزه؟ مش جاهزه. طيب هو كابتن لو جاهزه يا ريت ننزل بيها تصديقا على كلامك الاستاذ رؤوف. يا ريت. يعني معلومه الاعلام ما بيتناولهاش وما بيتكلمش عنها. أيوه. وهو مركز في حاجات معينه بيتكلم عنها، مش بيجي جنب الجذر وجنب التاريخ وجنب الاصل بتاع الناديين. صالح سليم سنه 1980 تقريبا اول رئاسه ليل، اول ما كسب رئاسه النادي الاهلي. ايوه. بعت له كابتن حلمي زامورا، حسن حلمي او حلمي زامورا ايا كان، رحمه الله عليهم جميعا. يعني بعت له كابتن عزمي مجاهد يبارك له ويهنئه بمناسبه فوزه ويبلغه ان هو هيقوم بزياره النادي الاهلي بكره عشان يبارك له بشكل شخصي. تمام. كابتن صالح سليم رد المجامله بشكل في منتهى الشياكه طبعا، لان هم الاثنين قامات كبيره يعني، وكان العلاقات بينهم جميله. وقال له اشكر الكابتن حلمي زامورا وقول له انا حاجه ازوره بكره في نادي الزمالك. تمام. واتقبل التهنئه بتاعته داخل نادي الزمالك، واتمنى ان يا ريت تنزلوا بالصوره دي الصوره عشان المشاهدين يشوفوها معانا. كابتن حلمي زامورا اداله درع تكريم ليه وحصل له حفله، وكان ده كان الحفله دي كانت في نادي الزمالك جوه نادي الزمالك وفي حضور كابتن صالح سليم، اسطوره النادي الاهلي صالح سليم، اللي هو بيطلع بعض الزملكاويه يشتموا فيه وهو ويطلع بعض الاهلاويه يشتموا في حلمي زامورا. وفي الاخر لو دورت هتلاقي ان الاثنين ده دور رموز، دور ده بنى الاهلي وعمل السياسه اللي الاجيال ماشيه عليها دلوقتي، وده نفس الكلام بالنسبه لنادي الزمالك. ولو شفنا برضو كابتن فاروق جعفر وكابتن حسن شحاته ليهم صوره شهيره جدا مع الكابتن محمود الخطيب. طبعا دي متداوله على السوشيال ميديا، مشهوره جدا، لابس تيشيرت الاهلي. كابتن حسن شحاته وكابتن الخطيب منزلها برضو في الفيديو. كابتن فاروق جعفر لابس تيشيرت الاهلي هو وكابتن حسن شحاته. طب هستاذنك يا احنا مش هنتكلم خالص يا اميره لما تنزلي الصور. لو الصور لو الصور مش جاهزه قولي لي مش جاهزه. الصور متداوله. طب هي فين؟ ما بتنزلش على النت جدا. ماشي يا استاذ رؤوف. دي كابتن حلمي زامورا، حسن حلمي زامورا رحمه الله عليه، وكابتن صالح سليم. معاك كابتن صالح سليم رحمه الله عليه. دي كانت سنه كام بقى؟ على ما اتذكر 1980، هو بعد الولايه الاولى للكابتن 81. طيب احنا عايزين نقول حاجه يا استاذ رؤوف، عايزين نقول حاجه. نزلي الصوره ثاني يا استاذ اميره بعد اذنك. نهايه 1980. نزلي الصوره ثاني يا استاذ اميره بعد اذنك. انا عايز اتكلم في حاجه كده. في حاجه يا استاذ محمد اتفضل. ده قامه من قامات نادي الزمالك وقامه من قامات نادي الاهلي. ممكن انت تتخيل ان في جمهور من الاهلي بيشتم دي سنه 80 وجمهور من الزمالك بيشتم ده، وهما الاثنين رحمه الله عليهم يعني. الصوره بتتكلم يعني، مش محتاجه اصلا الصوره دي. الصوره دي لو احنا النهارده سنه 2020 طبعا، هل قله الثقافه، هل هل الصوره دي تتناسب مع الوضع الحالي؟ لا 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 تماما. ايه طبعا، لا طبعا. السوشيال ميديا قلبت الدنيا. معانا مداخله. لا تماما تماما يعني. طب ناخد حد بقى من دراويش مصر. اتفضل. الو استاذ اسامه. الو استاذ اسامه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا كابتن احمد حبيبي؟ مساء الخير. الحمد لله تمام. الحمد لله. اخبار الاسماعيليه ايه؟ الحمد لله تمام. حال التجوال في الاسماعيليه عندكم ملتزمين من الساعه 7 كله قاعد في البيت؟ ما فيش حد في الشارع خالص يا استاذ احمد خالص. ما هو ان شاء الله ان شاء الله احنا بنامل ان الموضوع ده ان شاء الله مش هيطول. احنا نلتزم بتعليمات الحكومه المصريه ال 10 ايام او ال 15 يوم، وان شاء الله نعدي الكبوه دي. طبعا هتعدي الازمه ان شاء الله. هتعدي الازمه ان شاء الله. اخبار الاسماعيليه ايه بقى؟ طمنا عن النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي والله طبعا انت عارف كل حاجه اتلغت، الدوري واتوقف، البطوله العربيه برضو طبعا الاسماعيلي سافر، وبرضو المباراه اتلغت، رجع ملغي، فكل النشاط الرياضي عامه يعني اتوقف على المستوى العالم يعني. أيوة. عشان بسبب المرض الفيروس الكورونا ده. راي حضرتك ايه في برنامج عنواننا النهارده نبذ التعصب ونشر الروح الرياضيه؟ والله حلقه جميله كابتن احمد، وحاجه يعني تفرح بصراحه، ويا ريت يعني برضو حاله التعصب دي تبقى برضو بين الاسماعيلي والاهلي. على فكره يعني كان معانا حد من جمهور نادي الاسماعيلي وجمهور نادي الاتحاد النهارده، بس هم اعتذروا لظروف البلد يعني. اكيد طبعا، هم اصلا يعني مانعين السفر يعني، هنا مانعين السفر ان حد يروح وحد يجي، فده طبعا يعني صعب ان حد يسافر. طب انا معايا الاستاذ رؤوف عايز يقول حاجه لجمهور نادي الاسماعيلي، ممكن يا استاذ اسامه؟
اتفضل يا باشا. اتفضل يا شباب. اتفضل يا استاذ اسامه. اتفضل يا استاذ اسامه. يعني ربنا يفك كربنا جميعا ان شاء الله وتعدي الايام دي على خير ويرجع. اللهم امين يا رب. امين كده يشرفونا يلعبوا احلى كره في مصر. كابتن احمد نقطه صغيره بس بالنسبه للاسماعيلي، يعني هو في طبعا اقاويل وقصص تاريخيه بتتقال على العداوه ومش عارف ايه، هو الموضوع مش اكتر من كره قدم. في صور برضو انا اديتها للاعداد بس ما اظنش ان هم هيقدروا او ما فيش وقت. الاسماعيلي بعد ما حصلت النكسه بتاعت 67 انتقل للعب في نادي الزمالك واقام عند نادي الزمالك، وبعد كده حصل مشكله ما بين الاسماعيلي والزمالك ولعب لمده سنه ونص تقريبا في النادي الاهلي. الصوره دي هي دي صورة. ايوه بالظبط تمام. مباريات الاسماعيلي الكرويه في ملعب الاهلي بالجزيره تقام بملعب الاهلي بالجزيره سنه 1970. دي 1971. اه الاسماعيلي فضل حوالي سنه او سنه ونص يلعب بيتدرب في الجزيره. لا داخل اللي هو مركز شباب نادي الجزيره وبيلعب على ملعب مختار التتش، وقبلها قعد سنتين او سنه ونص برضو يلعب في نادي الزمالك. المعلومه دي عارفها يا استاذ اسامه؟ فانا نفسي المعلومات هي دي اللي تتداول. اسامه معايا ولا فيصل؟ انت قلت معلومه جميله جدا احنا جمهور الاسماعيليه ما يعرفهاش. والله دوروا دوروا ان شاء الله ان شاء الله بامر الله يا رؤوف. احنا بيهمنا في برنامج الكره والجماهير الجمهور رقم واحد عندنا. على فكره المعلومات دي قالها الكابتن محسن ابو جريشه وحد تاني من اداره الاسماعيلي سابقا، يعني المعلومات دي موجوده على النت وفيديوهات والكلام ده كله موثق. لا حاجه موجوده. عشان اخيره عشان نختم الفتره عثمان الاولى عشان عثمان احمد عثمان نقطه اخيره. عثمان احمد عثمان يعني اللي هو الاب الروحي للاسماعيلي والمقاولين كان عضو مجلس اداره شرفي داخل النادي الاهلي. شكرا. إيه طبعا انت عايز تقول حاجه في نبذه التعصب اخيرا عشان نقفل الموضوع ده يا عم سيد؟ يعني بمرد الله انا عاوز اقول لجمهور مصر بالذات جمهور الزمالك والاهلي. ايوه والاسماعيلي والاتحاد المصري اي محله اي نادي شعبي. ايوه احنا مصريين تمام ولابد لازم نقف مع بعض بقى. ايه خلاص بقى الملحه زي دي اللي احنا فيها ديت. صح طبعا حضرتك. وليه بقى سؤال تاني بقى واخير مش هتكلم تاني بقى. قول يا عم سيد. المرض دوت الكورونا دوت عاوزين نتعامل معاه بسياسه ناجحه. تمام. ازاي يعني؟ صدر قرار محدش يمشي في الشارع. محدش يمشي في الشارع التزم. المحلات تتقفل. تتقفل صح. بس نخلي بقى في محلات الاكل. ايوه الصيدليات. الصيدليات ايوه البقالين. المهم انا ما انزلش الحاجات الضروري الا للضروره القصوى. للضروره القصوى طبعا طبعا. يعني انا عندي واحد كبابجي ساكن عندي بقاله شهرين ثلاثه قفل المحل حاول لو مشي راح بلده المنيا هيستفيد ايه؟ تمام واقف عال. طيب بقى حضرتك على العموم عم سيد يبقى الحاجه الثانيه وبناشد لكل رجال اعمال مصر. ما انا جاي لحضرتك اللعيبه بتاعه مصر كلها. على فكره لعيبه مصر من النادي الاهلي كابتن سعد سمير. طيب. كابتن احمد فتحي. طيب. كابتن شيكابالا برضه او ثلاثه ولا خمسه ولا سته حسين شحات. كله يصدر خلاص دايره وتوسع كابتن احمد. طبعا طبعا دايره وتوسع. كل لاعب هيتكفل من 20 ل 30 اسره اهلي وزمالك وفي في الزمالك برضه عشان ما ننساش. لا في كتير طلع كابتن طلعه محمود علاء وكابتن احمد علاء. دي مبادره طيبه من لاعبي النادي الاهلي ولاعبي نادي الزمالك. الف خيرهم. بس انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على الفئه الثالثه اللي هي لمؤاخذه يعني الجماعه اللي هم الارزقيه. ما هم دول يا عم سيد. لا الارزقيه يا بيه هياكلوا ازاي ويشربوا ازاي؟ ما هم متكفلين بدول ولا موظف ولا بتاع ان شاء الله ولا شغال رزق يوم بيوم. عندنا اتحاد مصري. ليه عندنا اتحاد دلوقتي يا كابتن احمد؟ السؤال اللي انت عاوز تقوله اساله. اتفضل سعد. طيب احنا من خلال برنامج الكره والجماهير بنناشد الجميع سواء بقى رجال اعمال لاعيبه كوره فنانين كل رموز المجتمع لو تقدر تتكفل او ظروفك تسمح ساهم في المبادره. يا بيه يقدر. يا بيه يعني الواحد بيقدر ياخد له وبخيل بياخد له مثلا 30 40 مليون جنيه في الشهر. طبعا في السنه. انا معاك والله عم يعني هيأثروا عليك 5 مليون جنيه. احنا بنبادر واخد بالك. احنا من خلال الكره والجماهير بنقول لهم انت عندك النهارده كام بطاقه تموين؟ بس رد عليا. كتير طبعا. كتير. ها كتير. كام يا فندم؟ ملايين الملايين تحت 30 مليون. طيب بص 50 مليون يا عم سيد. انا 50 مليون دول مؤاخذه هنصيغ الموضوع ب 50 يا عم سيد ب 50 بيت مفتوح. احنا هنصيغ الموضوع بطريقه كويسه. فيروس كورونا ده قدر احنا بنتكلم كرياضيين بقى تمام تمام
حته بقى راجل اعمال هيدفع ما يدفعش ده موضوع هو احنا بنناشد وهو اللي له الراي الاول والاخير له، ولكن احنا كرياضيين وبرنامج الكره والجماهير فيروس كورونا ده قدر يوحد لعيبه النادي الاهلي والزمالك ان هم يبادروا بمساعدات للاسر المصريه المحتاجه اللي حضرتك بتتكلم عليها. عايز اقول حاجه كابتن احمد، عايز اقول حاجه كابتن احمد بعد اذن يا عم سيد. طب البيوت اللي اتهدد دي احنا وقتنا انتهى. تمام، وبشكر عم سيد كبير مشجعنا الزمالك، شكرين استاذ احمد، بشكر الاستاذ محمد حمدي، بشكر الاستاذ عبد الرحمن، شكرا يا كابتن، شكرا لكل المشاهدين، الاستاذ رؤوف. انا اسف اذا كان وقتي يعني بصراحه عدى بسرعه جدا، وان شاء الله هنعيد ونعيد ونعيد لان احنا بنشتغل لصالح الرياضه المصريه وجمهور مصر، وبنقول لكل ام مصريه كل سنه وحضرتك طيبه، وان شاء الله تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.